السلام عليكم، معاكم حماد للسيارات والمريات. معانا الجهاز 32 اهو راكب في الافيو، رامات 2 وذاكره داخليه 32، احدث سوفت وير من شركه دبل بيز، ضمان سنتين، راكب في افيو معانا. جهاز ما شاء الله محترم على سوفته وعلى منظره كمان من بره، حاجه جميله وحاجه تشرف يعني. هنبص على الجهاز من بره عامل ازاي. بص البورده، راكب فيه صبايه وراكب فيه جي بي ال، في شفيشه داخل فيها جميع الماليات بتاعته، كاميرا راكبه، كل حاجه راكبه. اقفلوا الجهاز، تعالوا نجربوا الجهاز مع بعضينا. خش على السوفت بتاعه، حاجات جميله جواها اهي، ابل كار بلاي، اندرويد اوتو، مبسم. الجهاز ما شاء الله ما فيهوش اي غلطه. خش على حاجه فيه، كل حاجه شغاله. طبعا الجهاز زي ما تقول اهو ياخد وضعه، يوتيوب ده لو عمل يوتيوب. خش تاني على التنقل مثلا، عطين السوفت بتاعه من بره، كل حاجه جاهزه. فعلوا اشتغل بس لسه عايز جي بي اس بتاعه اشتغل معانا اهو تمام. جهاز مجربينه مع بعض اهو، شوفوا موقعنا، احنا على طول طالعين في اول حاجه، حماد للصوتيات والمرايات اهو. موقعنا، جهاز فيه امكانيات من جوه اللي انت تشغل كل حاجه اهو، اللي هو الجي بي اس بالليل او في النهار، معاك كذا خريطة اهو تمشي عليها. الجهاز عالي جدا يا رجالة ما شاء الله عليه، الجهاز مفهوش اي حاجة. تعال نسمعوا صوته، نسمعوا صوته، نشغلوا صوت الموسيقى. هنشغله، هنخش على الفوردرات بتاعته والفنون اهي. انا اسف عشان اسمعكم بس الموسيقى اللي جت فوق. هنبص على البرايزر بتاعه، جهاز فيه تحكمات ياما، حاطط الدي بي اس برضه كبير. ده سوفت الجهاز من بره مظبوط معانا اهو، ده جوه خاصيته. خش على الفيديو، خش على الفيديو. صورة ما شاء الله، حاجة يعني صوت وصورة يعني، بنوريها لكم من غير ما نشكر ولا من غير ما نقول أي حاجة. أنا بجري بجري، الرامات بتاعته جميلة وسريعة، جهاز بيجري أهو. مش هطول عليكم على الفيديو ده معلش، عشان خاطر برضو إيه، جيبوا بس الكاميرا الخلفية برضو نجيبوها، إحنا مشغلين عليه كاميرا خلفية. هنرجع تاني أهو، جهاز فيه حاجات جميلة قوي، بلوتوز على طول اهو شغال معايا، وبطل انا اللي بتحكم، هو منزل برنامج سر الصوت اهو. جهاز ما شاء الله كل حاجة فيه شغالة كويسة، راديو بس حاجة. خليكم كل جديد مع حماده للصوتيات والمرئيات، شكرا لمتابعتكم.